أخبار غريبة وسريعة، هاكرز مغاربة يخترقون التلفزيون الإسرائيلي. قصة غريبة وعجيبة جدا، هتعرف إيه اللي حصل من الهاكرز المغاربة الذين اخترقوا القناة 14 الإسرائيلية، وأرقام مفزعة جدا لن تصدقها وصلت إليها أعداد الضحايا. في هذه الأخبار الهامة جدا والسريعة جدا، كل ما عليك هو صلي على الحبيب ويلا بينا. شوف أخوتي، قلت ليكم مش حال من مرة إن المغاربة ما يقض عليهم غير الله، المغاربة مساخيط، المغاربة دول كوكب وحدهم. تخيل أنت الهاكرز المغاربة اخترقوا التلفزيون الإسرائيلي، وظهر شريط كده على المباشر مكتوب فيه فلسطين حرة وستبقى حرة، ومش غير بس كده، دول كتبوا لهم الهاكرز المغاربة: نحن المغاربة تم اختراقكم من قبل المغرب، يعني أعلى مفخلة تركبه، يعني اللي عنده الباس يحله، يعني ما يهمنا والو، وما الدنيا هانية عندنا، يعني ما يقد علينا غير اللي خلقنا. شوف المغاربة إيش كيديروا ده بقى. في ناس تقول لك إيه؟ في ناس تقول لك أودي المغاربة هدول بعاد، واش داب ايش داب المغاربة ما مسوقينش القضية الفلسطينية، المغاربة هادول ما كيعتبرونش نفسهم عرب. اجي تشوف الجواب العملي والفعلي من الهاكرز المغاربة، ومش يعني مش مثلا اخترقوا وراحوا مستخبيين وبتاع، قال لهم لا احنا المغاربة، طلع لهم كده قال لهم احنا المغاربة. وانا شحال من مرة كنت شرحت لكم وكنت حكيت لكم عن علاقة المغاربة بالقدس، وعن ان في المغرب الباب، يعني ما فيش باب موجود مثلا باب المصريين ولا باب الهنديين ولا باب السودانيين ولا باب العمانيين، في باب واحد فقط في القدس اسمه باب المغاربة. وكنت قلت لكم قبل كده ان المغاربة كانوا بيمثلوا 25% من جيش صلاح الدين الايوبي في موقعة حطين اللي حررت بيت المقدس. وقلت لكم قبل كده ان صلاح الدين الايوبي اقطع المغاربه، اقطعهم ارض في القدس، وقال اسكنت هذه الارض للذين يثبتون في البر ويبطشون في البحر، انهم المغاربه خير من يؤتمن على هذه المدينه. وقلت لكم ان المغاربه حاربوا مع المصريين في حمله نابليون بونابرت 1798، وقلت لكم ان المغاربه حاربوا مع السوريين وحاربوا مع المصريين في حرب اكتوبر، وفي شهداء من المغرب في سوريا وفي سيناء في مصر. يعني المغاربه اللي الناس اللي تقول لك المغاربه بعيد والمغاربه ما نعرفش حاجه عنهم والمغاربه يا عم هذول ما مسوقين يا عم الحاج. يمكن قلت لكم برضو ان الملك محمد السادس هو مسؤول ملف القدس، لجنه القدس، وقلت لكم ان المغاربه بيدفعوا حتى الضرائب التي تجمع في المغرب وحتى السجائر عليها ضرائب، وهذه الأموال تذهب إلى القدس. وقلت لكم أن في جامعات اتبنت في القدس واتبنت في فلسطين اتبنت من أموال مغربية ومن فلوس مغربية، وهذه حقائق تاريخية قليل جدا اللي كيسرتها. فالقدس ده في قلوب المغاربة حقيقة يعني. وقلت لكم وإنتم شفتم رؤى العين، شفتم ان اكبر اعداد خرجت في المغرب، سواء في كازابلانكا سواء في الرباط سواء في طنجة، لنصرة فلسطين ولمظاهرات يعني اللي انت تقول مغاربة مساحة جغرافية بعيدة وما مسوقينش وما كيعتبروش نفسهم عرب، لا خالص، المغاربة عمرهم ما تخلوا عن اي قضية عربية وخاصة قضية القدس. فداك الشيء اللي داروا اليوم شيء واعر بالزاف بالزاف، انك تخترق وتقول ها انا ما يهمنيش، فتقول له انا ها انا الا الاعلى مفخله تركبه. فهذا هو اللي عملوه المغاربه، ومن هنا اقدم تحيه حب واحترام وتقدير الى المغرب والمغاربه من طنجه للجويره، والى الشعب المغربي والى ملك المغرب والى شباب المغرب والى نساء المغرب. يعني حاجه تخليك فخور بأن هذا البلد بلد كبير وبلد رائع جدا وبلد بيحتوي الآخر وبلد عمره ما نسي أي قضية عربية. فأي حد من المغرب هنا خاص الدابة يكتب لي أنا مغربي أو يكتب لي ديما مغرب، خاص المغاربة يظهروا عندي في هذا الفيديو فورا. ننتقل إلى الخبر التالي. أرقام يا جماعة مفزعة جدا، أرقام مخيفة جدا، أرقام مرعبة جدا، الأرقام اللي وصلت ليها عدد الضحايا، يعني لن تصدق حجم هذه الأرقام في النهاردة 19 يوم، في 19 يوم فقط
تعال شوف هذه الأرقام التي توجع القلب، التي توجع الفؤاد، التي تصيب الإنسان بالحزن والقشعريرة. تعال شوف كم عدد الضحايا الذين سقطوا، كم عدد الأطفال، كم عدد النساء، كم عدد المصابين، كم عدد المستشفيات التي هدمت. تعال شوف هذا التقرير وشوف العدد قديه وصل قديه في اليوم 19 فقط. تعال شوف عن وزارة الصحة الفلسطينية، عدد الشهداء حتى الآن وصل إلى 6546، 6546 في 19 يوم فقط، يعني قسمهم على عدد الأيام شوف يديك قد إيه، حاجة خطيرة جدا وحاجة محزنة جدا. عدد الشهداء حتى الآن 6546، من بينهم 2704 من الأطفال. تخيل الملائكة، ملائكة الأرض، إن متهيجل لولا الأطفال دي في الأرض كان ربنا خسف بالأرض الدنيا. فتخيل بينهم 2704 طفل، تخيل انت، هؤلاء الظهور، هؤلاء هم المستقبل، هؤلاء الاطفال هم الملائكة اللي ربنا بيرحمنا علشانهم. وبينهم 1584 امرأة، 1584 امرأة. من هي المرأة؟ المرأة هي الشجرة، هي الشجرة في هذه الارض. لولا المرأة ما كنا نحن، وما كانت الفروع، وما كان البشر. 1584 امرأة و364 مسنا شيخا طاعنا في السن، وأكثر من 17439 مصاب. تخيل عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة، 12 مستشفى في القطاع. عدد المراكز الصحية التي خرجت عن الخدمة، 32 مركز صحي. عدد المؤسسات الصحية التي تضررت، 57 مؤسسة صحية. مقتل 73 من الطاقم الطبي، من الأطباء أو من الممرضين، حتى الأطباء يعني اللي هم يعني اللي هم بيعالجوا المرضى، حتى دول طالتهم هذه الحرب. تدمير أكثر من 25 سيارة إسعاف، يعني الجحيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني. 1600 بلاغ، 1600 بلاغ مفقودين، عن ناس مفقودين، منهم 900 طفل. أليس هذا الشيء محزن مؤلم؟ يعني حتى إحنا قبل كده كنا بنقدم النشرة بنوع من الكوميك ونوع من، بس مش الواحد مش قادر، يعني مش قادر يبتسم، مش قادر يضحك، مش قادر يقدم حاجة، يعني بيحس إن هو ده استهزاء، يعني لو ضحك ولا إيه نحن وصلنا إلى مرحلة الجحيم، والعالم يصم أذنيه ويتفرج ويشاهد هذه الكارثة الإنسانية التي لا بد أن تتوقف فورا. التكلفة اليومية للحرب، تعال نشوف التكلفة اليومية للحرب الإسرائيلية بتكلف إسرائيل قد إيه. على حسب وزير المالية الإسرائيلي يقول أن تكلفة الحرب اليومية التي تتكبدها إسرائيل هي 246 مليون دولار، 246 مليون دولار يوميا. نيلي تدخل على الخط، ايه نيلي دياتي؟ نيلي دي يا جماعة فرقة إسرائيلية اتعملت في هذه الأيام في أثناء الحرب، فرقة إسرائيلية اسمها نيلي. يعني ايه نيلي بالعبرية؟ يعني ايه نيلي بالعبرية؟ يعني خلود إسرائيل سيبقى لا كذب، دي الترجمة بتاعتها. يعني ايه الفرقة الإسرائيلية دي اللي دخلت؟ دي تكونت أثناء الحرب، دي قالت لك وظيفتها ومهمتها هي تصفية القادة الكبار من المقاومة بس، يعني ودي بتشتغل لوحدها، دي بتشتغل منفردة. تعال شوف إسرائيل غاضبة جدا من جوريتش ومن الأمم المتحدة وتعاقب الأمم المتحدة. ليه؟ لأن جوريتش طلع قال لك أن ما يحدث في غزة دواتي يعني كارثة ولازم يتوقف فورا، وإن الناس اللي هناك دواتي ناس مظلومين جدا وناس عانوا 65 سنة من الاحتلال. فإسرائيل النهاردة طلعت قالت أن احنا سوف نمنع أي تأشيرات لأي حد في الأمم المتحدة أن هو يدخل إسرائيل كعقابا لهذه الكلام اللي قاله جوريتش. تعال نشوف أمين حزب الله حسن نصر الله يجتمع مع زياد نخالة أمين حركة الجهاد ومع صالح يعني الاجتماع دواتي قد يعني يكون في حاجة. سوريا استشهاد 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية على درعا، وما زال الأسد يحتفظ بحق الرد. غارة إسرائيلية على درعا راحوا فيها 8 سوريين و7 مصابين في درعا في سوريا، ولسه الأسد، تخيل بقى الاسم ده، الأسد، هل هناك أسد يحتفظ بحق الرد؟ هذا سؤال. نيجي لإسرائيل غاضبة من موسكو. ليه إسرائيل غاضبة من موسكو؟ لأن الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح وقال أن حصار غزة يشبه حصار لينينغراد،
والناس اللي ما تعرفش حصار لينينجراد ده كانت حصروه الالمان لمدينه سوفيتيه اسمها لينينجراد، حصروها فتره كبيره جدا ولكنهم فشلوا في النهايه. نيجي لسفراء المجموعه العربيه يتقدمون بمشروع قرار وقف الحرب. سفراء المجموعه العربيه لدى الامم المتحده، لدى الجمعيه العامه للامم المتحده، قدموا النهارده مشروع علشان يوقف الحرب. يا ترى سوف يتم الاستجابه لهذا المشروع؟ اكتبوا لنا رايكم في التعليقات، قولوا لنا، اجيبونا على هذا السؤال، متى تنتهي الحرب؟ وشكرا.